التنوع البيولوجي هو جميع الكائنات الحية على هذا الأرض، من الحيوان والنبات والحشرات والطفيليات والمواطن الطبيعية ديالها. هذا التنوع البيولوجي كيوفر لنا مجموعة من المنافع والخدمات اللي هي أساسية في حياتنا، مثل التغذية، الدواء، تنقية الهواء والماء ومكافحة الفيضانات والحد من جراف التربة والأمراض، بالإضافة لمنافع أخرى كالسياحة الإيكولوجية. بلادنا كتوفر على ثروة طبيعية غنية ومتنوعة تتشكل من أكثر من 20,000 نوع من الحيوانات ومن أكثر من 7,000 نوع من النباتات. نسبة مهمة منها ما كاينة غير في بلادنا، بالإضافة منظومات إيكولوجية مهمة كالأرقان. والمغرب بفضل هالتنوع البيولوجي كيحتل الرتبة الثانية على صعيد البحر الأبيض المتوسط، إلا أن هالثروة الطبيعية أصبحت كتنقص يوم بعد يوم بسبب الاستغلال المفرط والتلوث وتأثير التغير المناخي، حيث أن حوالي 600 نوع من الحيوانات و1700 نوع من النباتات ديالنا مهددة بالانقراض. وفي 50 سنة تقلصت مساحات أراضي الرطبة بحوالي 50%. هذا التدهور كيؤدي لاختلال النظام البيئي اللي عنده علاقة كبيرة بسلامتنا الصحية والأمن الغذائي. وبالفعل في هالظرفية اللي كنعيشوها جميع المرتبطة بجائحة كورونا، كيخصنا نذكروا بأن فقدان تنوع بيولوجي كيرفع من نسبة انتقال الأمراض بين الحيوان والإنسان، لأنهم اللي كندمروا الطبيعة كندمروا نظام الوقائي للإنسان. على سبيل المثال الملاريا تتنتشر بثلاث مرات في المناطق اللي فقدت الغابات ديالها. قامت بلادنا بمجهودات كبيرة لحماية وتثمين تنوع بيولوجي، منها ما هو قانوني ومؤسساتي، ومنها ما هو علمي ومعلوماتي، ومنها ما هو ميداني من خلال إحداث المحميات الوطنية وإعادة إحياء النظم الإيكولوجية. واليوم واجب علينا نغيروا طريقة التعامل ديالنا مع الطبيعة ونحدوا من تدهور التنوع البيولوجي باتباع أنماط ديال العيش تكون مستدامة. ما خصناش نبخسوا مساهمة كل واحد منا في حماية التنوع البيولوجي. وجائحة كورونا كتذكرنا بضرورة إعادة النظر في علاقتنا مع الطبيعة ووضع التنوع البيولوجي ضمن الأولويات ديالنا، وهكذا غنكون مساهمنا في استمرارية المنافع الحيوية اللي كتقدمها الطبيعة لنا والأجيال اللي جاية مورانا.